أنا بعتبرها النهاردة فرصة إيمان. قولوا معايا فرصة إيه؟ إيمان. وإنه في على الأقل 40 مليون بيقولوا حاجة ضد مشيئة الرب، صح؟ بس في 100 واحد ولا أكتر هيقولوا له النهاردة في مصر أنت الملك وانت السيد. انا شخصيا كنت عايز امبارح، اتصلت بالقسيس لطيف، كنت عايز اعتذر عن اليوم ده، بس وانا قاعد بصلي قلت له اشكرك انك اديتني فرصه انا والكاروز نقف النهارده ونعلن ملكك في الوقت اللي انت متسمعش فيه في مصر حد بيقول لك كده. يمكن قليلين في حتت قليله كده هيقولوا له زي ما انت هتقولوا له معانا النهارده، انت السيد، انت الملك. بس كمان انا عارف واختبرت ودقت ازاي المسيح بيقرب من النفوس المضطربه والمنزعجه وياخدها بالراحه ويطبطب عليها ويفهمها. فبعتبر انه كمان فرصه للرب النهارده انه يستخدمنا ويبوق فينا يقرب من ودانك ومن ودانك ويقول لك اللي عايز يفهمه لك. يلا نقف مع بعض نقرا الانجيل ده، وانت سامع الانجيل ده قول له قرب مني يا رب. هتلاقي حاله شبيهه قوي 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 باللي احنا داخلين بيها النهارده محضر الرب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. انجيل لوقا اصحاح 24 هنقرا كام ايه كده حلوين من الايه 13. لو 24 من آية 13 وهنلاقيهم على الشاشة، اللي معهوش كتاب يلا نفسي نقول الآيات دي بصوت واحد كده مع بعض. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. العين لما بتبقى ما فيهاش نور كفاية، الدنيا مغيمة عليها بالأخبار المزعجة، يبقى المسيح جنبي وعمال يكلمني وأنا عيني يلا. ولكن أمسكت أعينهما عن معرفتي فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ حد عابس هنا؟ أيوة كده، ابتسم. ربنا يحط على فمك وفي قلبك ابتسامة إيمان. ابتسامة إيه؟ إيمان. هو بيعرف يحطها، وهو بيجي للي بيتحاور ويقولوا إيه اللي بيحصل وشهم ماله؟ عابس. يعني ايه وشه عابس يعمل كده؟ كنت زمان لما ترنيم كانت صغيره سنه ونص سنتين كده وتقول لي انا زعلانه يا بابا، اقول لها اعملي زعلانه كده، فكانت تعمل زعلانه اعمل لي كده، وكل مره تعملها غير الثانيه، وبقى سؤال كده لغايه ما هي بقى اكتشفت انه ما ينفعش تعمل كده. دايما اسالها انا زعلانه يا بابا، اقول لها طب اعملي كده زعلانه، فكل مره تعملي تكشير غير الثانيه وانا اقعد اضحك. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. وهنيجي المزمور ده نقول يلا ما هذا الكلام الذي تطاحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ انت في دنيا تانية غير الدنيا بتاعتنا ولا ايه؟ فقال لهما وما هي؟ وما هي؟ ايه اللي بيحصل؟ وما هي؟ فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان، قولوا معي، انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب، كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه
يقول له قولوا معايا الآية دي: ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي. كان عندنا رجاء في حاجة وما نفعتش، كنا نرجو بس يعني ظننا خاب ورجانا خاب، كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك، وإحنا سيبنا بقى البلد وقلنا نهاجر، سيبنا أورشليم كلها وقلنا نهاجر علشان الرجاء بتاعنا خاب. بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات أنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي. مش معقولة يعني. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: يا رب كلمنا النهاردة، أنا واثق أنها تقرب مننا، لأن أنت بتقرب من اللي فقد رجاءه والعابس والمضطرب واللي عايز يهاجر. وبعدين ابتدى يقول لهم إيه بقى؟ فقال لهما، قولوا معايا: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي، قولوا معايا، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفا. افتح عينينا النهاردة يا رب نعرفك ونسمع صوتك المطمئن، الأمور المختصة بيك، الأمور المختصة بيك اللي تخلينا مش بطيء الإيمان ولا أغبياء، نعرف مشيئتك وقصدك. يلا. فقال بعضهم لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة، تلك الساعة عملوا ايه؟ هجرة ايه وبتاع ايه؟ قاعدين عشان الامور المختصة بها تتم في البلد دي، قولوا معايا، قاعدين عشان الامور المختصة بيه، عشان هيستخدمنا. المسيح ما قال لهمش. في تلك الساعة، قاما في تلك الساعة ورجعا الى اورشليم اللي فيها اليهود بيموتوا المسيحيين وكل أتباع المسيح، وقال لهم خلاص احنا صلبنا المسيح والدور والباقي عليكم. فقام في تلك الساعة رجعا إلى أورشليم ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، وأما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفا عند كسر الخبز. وراح المسيح عمل ايه؟ جالهم تاني. يقرب من اتنين ماشيين تعبانين، ويقرب من 11 مقفلين البيبان وخايفين، ويجي يقول: سلام لكم، سلامي أترك لكم. يلا نصلي الصلاة بتاعة التلميذ عمواس. يلا نبتدي من الأول. غمض عينك وقول له: قرب مني، قرب مني، فهمني، اشرح لي، فسر لي، طمني، كلمني، امكث معي. النهار قد مال وجي الليل وما ينفعش نقضي الليل من غيرك. ادخل الى عقلي المضطرب وذهني المشوش وقلبي المنزعج واقول سلام لقلبي، وكلمنا النهارده وخلينا بالروح القدس نعلن قيامتك وملكك ومجدك وانت في وسطنا، وانت في وسطنا. خلينا نعلن النهاردة الأمور المختصة بيك، الأمور بتاعتك، الأمور الأبدية،
لا تعلنها على الأرض اللي احنا عايشين فيها. يلي قلت مبارك شعبي مصر، يلي قلت ان انت هتضربها وهتشفيها، يلي قلت انك ليك خطة عظيمة ليها. واحنا واثقين ان كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بنحبك، منتظرينك، جايين النهاردة في الوقت اللي انت عينته، اللي الكل فيه بيقول أسماء تانية ويرفع أسماء تانية علشان نرفع اسمك ونعليك ونفرح قلبك. وانت في وسطينا مش فارق عندك الزحمة، انت جيت في وسط 11 وقلت لهم ادي ايدي انا حي، وطول ما انا حي انتم ستحيون. قرب مننا واعلن مجدك النهاردة يا رب، تعالى بالروح القدس واعلن فينا مجد اسمك النهاردة يا رب. قولوا امين امين. يلا نقول له كده الاول غير موسيقى، علوت جدا ايها الرب الاله، علوت جدا ايها الرب الاله، علوت جدا في الارض وفي السماء. لوحدكم علوت جدا ليس مثلك إله، علوت جدا أيها الرب الإله، مجدا لك عزا لك يا اسمك فوق السماء. تاني مجدا، مجدا لك، لك مجدا، لك عزا هاليلويا سماء. جلالك يغطي كل ذا الوجود، فإنك عظيم دون ما حدود. جلالك يغطي كل ذا الوجود، فإنك عظيم دون ما حدود. لا تقف أمامك على السدود، علوت وحدك لك كل السجود. لك يا اسمك يسوع فوق السماء، مجدا لك عزا لك اسمك. هاليلويا فوق السماء. يلا نصلي صلاة تاني مع تلميذي عمواس، قل له أشكرك لأنك بتقرب مني، أشكرك لأنك بتلمس قلبي النهاردة بإيمان جديد وثقة جديدة، أشكرك لأنك بتفتح فمي، مس شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، أشكرك لأنك عظيم، أشكرك لأنك مهتم بي، مهتم بالمنزعج، مهتم بالمضطرب، مهتم بعابس الوجه، مهتم بالبطيء في الإيمان، مهتم بالغبي اللي مش فاهم إيه اللي بيحصل،
وافتكر انه خلاص الامور راحت من بين ايدك. يلا نشكره بالايمان انك هتفتح عينينا زي ما عملت مع تلميذي عمواس. يلا لأشكرك هتفتح عيني النهاردة على حق جديد يخصك. أنا معزوم عندك النهاردة على المايدة بتاعتك. هتكسر الخبز خبز الكلمة والحق. هتطعمنا النهاردة وانت بتفتح عينينا. انت جاي علشان كده. مش صدفة يا رب الاجتماع بتاع النهاردة. مش صدفة اجتماع النهاردة. مش صدفة اجتماع النهاردة. انت مرتبه علشاني. علشان تثبتني وأنا ثابت في الإيمان مجدك النهاردة. أشكرك بالإيمان هتفتح العيون النهاردة. هاليلويا هاليلويا. قولوا للصديق خير ربك في إيديه السلطان مهما كان الأمر خطير تحت جناح الرب أمان. قولوا للصديق خير ربك في إيديه السلطان مهما كان الأمر خطير تحت جناح الرب أمان. بعت حالا تلغراف بيقول لك ليه يا ابني تخاف أنت راعي في وسط خراف هي قطيع اللي أنا بحميه هي قطيع اللي أنا بحميه. قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك بتألم فجر قيامتك بكرة يبان. رنم وارفع راسك كده فرحان تحت فجر قيامتك بكرة يبان. باعد رسالته ليك ده اللي غراف بيقول لك لا تخف لا تخف أنا معك ده انت راعي في وسط خراف هي قطيع اللي انا بحميه اقولوا للصديق اعود وتذكر ماضي الاحسان هل من مره منع الجود او بيت في يوم جوعان. نقولوا للصديق عود وتذكر ماضي الاحسان هل من مره منع الجود او بيت باعت حالا تلغراب بيقول لك ليه يا ابني تخاف ده انت راعي وسط خراف هي قطيع اللي انا بحميه قولوا للصديق خير وانت في مرضك او تعبان ظرفك لو كان صعب مرير شوف الخير جوه بإيمان. قولوا للصديق خير
ظرفك لو كان صعب مرير، شوف الخير جوا بإيمان. باعت حالا تلغراف بيقول لك ليه يا ابني تخاف، ده انت رعية وسط خراب. هي قطيع اللي انا بحميه، هي قطيع اللي انا بحميه. قول له اشكرك، اشكرك انت بس اللي تقول خير، لان انت الخير. انت بس اللي تقول سلام والبيبان متقفله، وتيجي البيبان مغلقه وتقول سلام. انت بس اللي تترك سلام، انت بس اللي تمنح السلام للقلب. اشكرك لاجل حضورك. النهارده يوم مميز صحيح بجد، ويوم مميز ربنا قصد ان احنا نبقى في اسكندريه اليوم ده. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد كاروز الديار المصريه القديس العظيم باري مرقس. ربنا عايز يقول حاجه، البلد دي هو حط رجله فيها ومحدش هيزحزحه، وحط الإيمان المسيحي فيها، اتشال من بلاد كتير بعد ما اتحط فيها إلا مصر. من يوم ما اتحط الإيمان المسيحي فيها ما اتشالش. في أوقات كتير احنا مش عارفين إيه اللي حصل فيها، بس التاريخ بيقول إنه دايما الرب منتصر ومجيد. انتوا ما حضرتوهاش، بس أنا عايز أقول لكم حاجة بالإيمان، واليوم ده هيبقى مسجل وهتسمعوا الكلام ده بعد كده. الجيل اللي واقف ده هيشوف مجد الرب اللي ما حصلش في مصر. هطلعهم قدامكم علشان تفتكروا اليوم ده. تعالوا كلكم الصفين دول يطلعوا هنا كده. تعالوا اطلعوا اطلعوا شايفين جيل ده؟ هيشوف حاجة كل المسيحيين اللي قدامي ما شافوهاش في مصر من عمل للمسيح مجيد. أنا مش بقول كده، أنا مش مجهز الكلام ده، بس وأنا برنم الرب قال لي طمن شعبي، طمن شعبي. جيل ده هيشوف مجد ما حصلش لاسم المسيح في مصر، وهيشوف انهيار قوة إبليس. مبروك عليكم ومبارك اسم الرب. اللي جاي امجد. اقعدوا ارتاحوا. النهارده هنرنم، هنرنم بس ونمجده. حد خد باله من العنوان بتاع المزمور اللي قراه القسيس لطيف؟ حد خد باله من العنوان بتاع المزمور؟ ها؟ العنوان مش المزمور. داود كان بيرنمه امتى؟ وهو هربان من وش مين؟ وشاول ده كان بيشتغل ايه ساعتها؟ كان الملك من قبل الرب. ها؟ ولا الناس قالوا له عايزين الملك ده، فادهولهم بغضبه. بس نده لصميل قال له تعالى يا صميل، انا شفت ليا ملك حلو قوي، أنا شوف رأيت لي ملك، وده الملك بتاعي. وكان ده موجود على العرش، بس العرش اللي قدام الله كان بتاع مين؟ داود. قال له هيجي اليوم اللي أتوجك بإيدي وفي وسط التسبيحات، وساعتها وانت داخل أورشليم هتقول النشيد اللي أنا هديهولك ده، ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ قال له أنا الرب القدير الجبار اللي قاله داود عبده اتغلب، وشاول هو الملك. قال له ساعتها هيقولوا الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. قال له هتتعب معايا بس شوية داود، بس مين الملك؟ انت بتقضي وقت صعب
وده هيبقى قاعد على العرش كده. بس هقول لك على حاجة، أنا رفضه ورفضته ومش عايز حد يصلي لأجله لغاية ما يجي الوقت بتاعك، وقت التسبيح. هنقول مزمور 2 مع بعض. حد عارف مزمور 2 بيقول إيه؟ يلا يلا نقول مزمور 2 بصوت واحد وبعدين هنرنمه. هنقرأ الأول مزمور 2 وبعدين هرتله. لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على يهوى وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. يلا قولوا، قولوا بصوت عالي: الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. وبيقول إيه بقى؟ أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدس. الرب بيقول إيه؟ أما أنا. قالوا له إحنا مسحنا ده، قال أما أنا، أنا عندي ملك. أما أنا فقد مسحت، مش لسه همسح، أما أنا فقد مسحت ملكي، أنا عندي ملك عينته. يلا قولوا بصوت عالي الآية دي: أما أنا. قولوها لوحدكم: أما أنا. تاني بصوت واحد: أما. مرة ثالثة بس قولوها مع بعض، معلش. يلا أنا هبدأ معاكم عشان تقولوا: أما أنا فقط. ما نقدرش نقولها بصوت أعلى؟ نقدر؟ هات آخر ما عندك. يلا. هاليلويا. بيقول إيه بقى الملك؟ بقى رد يسوع المسيح، رد قال: إني أخبر من جهة قضاء الرب. هقول لكم بقى النتيجة بتاعتنا إحنا، المسيح هو اللي بيتكلم هنا. قال لي الآب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. راح الروح القدس اتكلم وقال إيه؟ بص على الملوك بقى وقال لهم إيه؟ فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، واعبدوا الرب بخوف، واهتفوا برعدة، قبلوا لابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. قولوا بقى معاي: لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. قال لهم هو دلوقتي الحمل الوديع، بس له وجه آخر لسه انتم ما شفتهوش. طوبى لجميع المتكلين عليه. اتكلوا عليك، التجئوا إليك، هلا أخاف، لا لا، راحتي لديك، أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف، لا 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 لا، فراحتي لديك، أنا صغيرك، طفلك، وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل، وأنا صغيرك حبيبي، وابنك المدلل، ومن شبابي
إلى مشيبي على كتفيك إيماني أنت وهبته مضي أنت غفرته إيماني أنت مضي أنت غفرته ولي بيت جميلا في سمائك صنعته وضمنته لي ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأني أتكل عليك ألتجئ إليك فلا خاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي على كتفيك أحمل أنا طفلك مذلل ومن على كتفيك بص للمنظر ده وقول معايا ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده مش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه الرحمة شالتني وما سابتنيش مرة تعبت مرة سنت مرة شدت وانا وياك والمرات التانية اما بعد ارجع والقاك ما نسيتنيش مرة تعبت مرات شدد وانا وياك والمرات تاني اما بعد ارجع والقاك ما نسيتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه رحم الام الرحمه شالتني واما
مبلى النفس الهار تحت رحاية شك وضيق والنوم هارب مني أطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش شك وضيق والنوم إني أطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش من وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش وما تحارب وأنا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع فهزع رابع تيجي تدافع عني اعيش اما تحارب وانا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع فهزع رابع تيجي تدافع يلا تاني اما تحارب واما تحارب وانا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى نازع بهزع رابع تيجي تدافع عني مرة تاني واما تحارب وانا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع فهزع رابع تيجي تدافع عني اعيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه رحم الام الرحمة شالتني وما سابتني اسجد بحبه وقوله ذوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ذوب قلبي حنانك سيدي وسابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش مره اخيره مع بعض ما فارقنيش ابدا 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 احسانك ده ما فارقنيش من امتى من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني ولا هتسيبني
اسجد له قول له بحبك يا رب. رائع وانت بتحتضننا وتطمننا. اشكرك لاجل محبتك واحسانك ورحمتك. قولوا امين. امبارح كنا بنقول في الاجتماع عندنا ان الخوف بيجي منين. كنا بنرنم ربك في ايديه السلطان، وبعدين قلنا الناس بترنم ربك في ايديه السلطان وفي ناس خايفه والآن. امبارح الكلام ده في اجتماع السبت عندنا في شبرا، ازاي بنقول ربك في ايديه السلطان واحنا عارفين وفي ناس خايفه والآن. فانا قلت كده انه لما ابقى انا خاضع لسلطان الله، سلطانه في حياتي على قلبي وفكري وحواسي، اديته الملك في حياتي، اديته الملك في قلبي. ايه رايكم في الحاله دي؟ لو انا خاضع بالتمام لسلطانه الخوف يجي؟ ايه اللي عرفكم؟ بصوا اقول لكم على حاجه، طبيعي في خوف طبيعي، بس خوف مليان ايمان ورجاء. مش الخوف اللي هو بتاع ايه، هو احنا رايحين فين، هو انت موجود ولا نسيتنا، مش هو ده. لا، الخوف اللي هو الطبيعي، المساحة الطبيعية بتاعة الخوف. أقول لكم يعني إيه المساحة الطبيعية. حد قرأ سفر أعمال الرسل أصحاح 12؟ الكنيسة كانت بتصلي بلجاجة لأجل بطرس لما كان مسجون. فاكرين قصة بطرس لما تسجن؟ حد فاكر طلع إزاي؟ ها؟ ربنا فتح الأبواب، بعت ملاك وطلعه. مش هو ده اللي أنا قصدي عليه، قصدي على الإيمان الطبيعي اللي هو فيه قلق وخوف وحتة شك صغيرة قد كده بس طبيعية. فالكنيسة بتصلي، حد متخيل الصلاة بتاع الكنيسة ساعتها بتقول ايه؟ يا رب طلع بطرس من السجن لاننا واثقين فيك، واثقين في سلطانك، ومتأكدين انه هو هيطلع. مش دي صلوات التلاميذ والرسل؟ هيصلوا اقل من كده؟ اذا كنا احنا لا تلاميذ ولا رسل ممكن نصلي الصلوة دي؟ فاكيد هم صلوا الصلوة دي. وبعدين لقوا الباب بيخبط، فكان عندهم واحدة جميلة كده اسمها ايه اللي فتحت الباب؟ روزة. فراحت فتحت الباب ولقت مين في وشها؟ بطرس. لما دخلت تقول للتلاميذ والرسل، حد فاكر قالوا لها ايه؟ سفر اعمال اصحاح 12. هم لسه كانوا بيصلوا اهو، واثقين فيك ومؤمنين وهتخرجوا. اول ما جت قالت لهم بطرس خرج واقف على الباب. لا مش معقوله، ما صدقوش. تعرفوا كده ما صدقوش. ايه ده بقى؟ اسمه الايمان الطبيعي الحقيقي اللي عند البشر، ان انا بصلي وعندي ايمان وعندي حته صغيره قد كده بتاعتي كانسان بتقول ايه؟ يمكن ما يحصلش. ربنا بيزعل من الحته دي؟ تعرفوا لو اكبر من كده، زي ما شفنا تلميذي عمواس قالوا كنا نرجو بقى، قال لهم ولا هسيب الحته دي ابدا، انا عارفكم وهقرب منكم وهقول لكم على كل حاجة. مش زعلان منكم، مش زعلان ان انتوا خايفين ولا قلقانين، لان انا عارف ان انتوا بشر. هقرب منكم لغاية ما ارفع مستوى ايمانكم، هقعد اكلم فيكم لغاية ما يترفع مستوى ايمانكم وتتفتح عينيكم وتشوفوا. طب سؤال، بعد ما فتحت عينيهم وارتفع مستوى ايمانهم، اللي جاي ده علشان كنتوا بكرة والاسبوع اللي جاي والاسبوعين اللي جايين، مش بتاع النهاردة. بعد ما اتفتحت عينيهم وراحوا قعدوا مع التلاميذ في اورشليم، كانوا خايفين ولا كانوا بطلوا يخافوا؟ ها؟ ما كانوا مقفلين الباب، كانوا خايفين ولا كانوا بطلوا يخافوا؟ خايفين. لغايه ما جالهم مين؟ والبيبان متقفله، وقال لهم ايه؟ سلام لكم، سلامي انا اعطيكم، سلامي اترك لكم. اطمنوا ولا ما اطمنوش؟ طب والاسبوع اللي بعديه قفلوا البيبان ولا فتحوها ونزلوا؟ ها؟ فضلت مقفوله بعد ما جالهم مسيح. هو ده اللي انا قصدي اقول لكم عليه. اوعى تزعل لما تلاقي ايمانك كده، واوعى تفقد الرجاء والثقه ان المسيح يقرب منك وانت بهذا النوع من الايمان. قفلوا الباب تاني، قفلوا كل البيبان تاني، وقعدوا في ثالث دور في نفس العليه، قفلوا الباب التحتاني
وقفلوا الباب بتاع الدور الثاني وقفلوا باب العلية في الدور الثالث، والمسيح كان لسه عندهم في أول أسبوع اللي فات. أكيد يا رب أنت زعلت منهم بعد ما عملوا كده، لأن أنت قلت لهم سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، وخفوا تاني. هتروح لهم تاني يا رب؟ سؤال، راح لهم تاني ولا لا؟ حد قرأ الكلام ده؟ راح لهم تاني، وجي تاني في الوسط وقال لهم نفس الكلام تاني. طب والأسبوع اللي بعديه واللي بعديه والشهر اللي بعديه والسنة اللي بعديها في تاريخ الكنيسة والسنة اللي بعديها في تاريخ الكنيسة والمئة سنة الأولانية في تاريخ الكنيسة والمئتين سنة الأولانيين في تاريخ الكنيسة والألف سنة في تاريخ الكنيسة، إيه رأيكم كان في وقت المسيحية فيه مش مضطهدة؟ المسيح بطل يجي كل أسبوع وكل يوم ويمشي جنب كل اتنين عابسين وقلقانين ويقول لهم أنا حي؟ بطل ولا بيعمل كده؟ وهيعمل كده لغاية إمتى؟ لغاية ما يملك على الأرض كلها، لأن هو الملك زي ما قرينا. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. يلا نرنم المزمور، أنا وعدتكم نرنم المزمور، يلا نرنم المزمور.